سلسلة مسلمون خالدون، نقدم فيه شخصية خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها لمؤلفه أحمد عبد الجواد الدومي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. نحن اليوم على موعد مع شخصية حبيبة إلى نفوسنا، طالما آزرت النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة الإسلامية وأعانت على تثبيت ونشر دعوة الإسلام، وهي الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم وأول مسلمة آمنت به وصدقته وحملت لقب أم المؤمنين، وهي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله الطيب أو الطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. تلك الشخصية هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية، سيدة نساء أهل زمانها، وأمها هي فاطمة بنت زائدة بن الأصم، واسم الأصم جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب ابن فهر، وكانت تكنى في الجاهلية أم هند، وهي الملقبة بالطاهرة وسيدة قريش. مولدها: ولدت رضي الله عنها في بيت مجد وسؤدد ورياسة قبل الهجرة 68 عاما، وقبل عام الفيل 15 عاما تقريبا. والحديث عن عام الفيل يشدنا إلى معرفة نبذة يسيرة عن حادثة الفيل التي أرخ بها العرب ردحا من الزمن. وهذه الحادثة تتلخص في أن أبرهة الحبشي ضاق ذرعا بإقبال العرب على الحج إلى بيت الله الحرام ومجيء الناس من كل مكان إلى مكة المكرمة البلد الأمين، ولذا قرر أن يبني في اليمن كنيسة تفوقها زخرفة، ثم طلب من الناس أن يحجوا إليها ويتجهوا لها بقرابينهم ويقصدوها في صلواتهم وأداء شعائرهم، ولكن الناس لم يكترثوا لكنيسته ومكثوا على حالهم يعظمون الكعبة ويقدسونها ويحترمون البلد الحرام. وحينئذ ثار أبرهة وقرر هدم الكعبة المشرفة حتى يرغم الناس على تقديس الكنيسة التي بناها، فجهز جيشا عظيما وفير العدد كثير العدد وصدره بفيل عظيم حتى يثير الرعب في قلوب ساكني مكة، وقرر غزو البلد الآمن فتقدم على رأس الجيش نحو الكعبة في مكة. وعلم أهل مكة بقدوم جيش لا قبل لهم به قاصدا الكعبة ليهدمها، فارتاعوا واشتد بهم الهلع والاضطراب وأدركوا أن الأمر فوق طاقتهم، ولكن شيخهم العاقل عبد المطلب تعلق بأستار الكعبة وأخذ ينشد: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. ودعا ربه أن يحمي البيت، ثم انطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبل ليتحرزوا فيه ينتظرون دخول أبرهة مكة وما يفعل فيها. وأصبح الصباح ودخل الجيش أم القرى، ووجه أبرهة الفيل نحو الكعبة، وعندها أبى الفيل أن يتحرك، ووجهه أبرهة وجهة أخرى فمشى، فعاد ووجهه نحو البيت فوقف ثابتا لا يتحرك يرفض المسير لهدم البيت الحرام. وحار جنود أبرهة في أمر هذا الفيل وتساءلوا ماذا يفعلون، ولكن الجواب جاءهم من السماء، فقد حلقت فوقهم أسراب من طير أبابيل تحمل في مناقيرها حبوبا دقيقة ألقتها على جيش أبرهة وفيلهم، فإذا كل منهم
فوقه حبة من تلك الحبوب يهلك، فهلك الملك الطاغية، وهلك الجنود الظالمون، وهلك الفيل. وسجل الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة في كتابه العزيز، حيث قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وأصبحت مكة فشهدت انتقام رب البيت لبيته وحمايته له، فتحدثت بالقصة مأخوذة بروعة الحادث وجلال الحماية الربانية. وأصبحت قريش تؤرخ بهذا الحادث فتقول: حدث هذا قبل عام الفيل بكذا، أو بعد عام الفيل بكذا. وفي عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نشأت السيدة خديجة رضي الله عنها في بيت من البيوتات الشريفة، فتربت على الأخلاق الحميدة، واتصفت بالحزم والعقل، حتى دعاها قومها الطاهرة لشدة حرصها على الخلق الكريم والأدب العظيم. وقد مات أبوها خويلد قبل حرب الفجار، فأشرف على شؤونها عمها عمرو بن أسد. زواجها: كبرت خديجة وأخذ يظهر فضل عقلها في المجتمع، فتقدم لخطبتها أكثر من واحد لشرف حسبها ونسبها وعظيم أدبها. فتزوجت السيدة خديجة أبا هالة، واختلفت كتب السيرة في اسمه، فقيل اسمه نماش أو نباش، وقيل زرارة، وقيل مالك. وعلى كل حال فهو أبو هالة ابن زرارة ابن وقدان ابن حبيب ابن سلامة ابن عدي ابن جروة ابن أسيد ابن عمرو ابن تميم التميمي حليف بني عبد الدار ابن قصي. فأنجبت منه هالة وهندا، وبه كانت تكنى. وقد عاش هند حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة، وأسلم وحسن إسلامه. وقد وصف هند النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن وصفه وأتقنه. وله جهاد في الإسلام، وقد عمر رضي الله عنه حتى خلافة الإمام علي كرم الله وجهه يوم الجمل واستشهد فيها. ثم حدث فراق بين السيدة خديجة وزوجها الأول أبي هالة بسبب موته. ثم تزوجت السيدة خديجة من عتيق بن عائذ ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، ومكثت معه فترة من الزمن، ثم افترقا أيضا. وبعد ذلك تقدم لها أشراف قريش، وكل منهم يرغبها زوجة له، ولكن يبدو أنها آثرت أن تنصرف لتربية أولادها وإدارة شؤون تجارتها، فقد كانت غنية ذات مال، وكانت تستأجر الرجال في مالها ليتاجروا لها، وتدفع لهم المال مضاربة، فتكون عيرها كعامة عير قريش. ذلك موجز عن سيرة حياتها قبل أن تتزوج بسيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صفاتها: كانت رضي الله عنها تمتاز بحدة الذكاء والعفة والطهر والسماحة والسخاء، وهي ممن كمل من النساء. لقبها الرسول صلى الله عليه وسلم بسيدة نساء أهل زمانها، وكانت من أهل الجنة بشهادة زوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد روي أنه قال لها: إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد أقرأها الله سبحانه وتعالى على لسان أمين الوحي جبريل عليه السلام. كانت خديجة شريفة محسبة،
حازمة لبيبة، عاقلة مصونة، جليلة طاهرة، نقية السريرة، صافية الروح، كثيرة المال، ذات حسن وجمال، طلقة المحيا، باشة الأسارير، تتمتع بقسط كبير من سمو الأخلاق وشرف الحسب وعلو النسب. وهذا كله هيأها لأعظم منزلة لها في هذا الوجود. الرحلة الموفقة المباركة. أحسنت خديجة أشرافها على أموالها، فنمت أموالها بمرور الأيام، واتسعت تجارتها إلى الشام، وأخذت تفكر في رجل أمين يحسن لها إدارة الأموال والإشراف على التجارة من مكة إلى الشام. ثم بلغها عن الأمين محمد بن عبد الله أمانته وصدقه، فرغبت أن تدفع تجارتها إليه ليتاجر لها فيها، فبعثت إليه وعرضت عليه أن يتاجر لها وتعطيه أكثر مما تعطي غيره ممن تاجر لها، مع غلام لها يقال له ميسرة. قال أبو طالب لابن أخيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: هذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من اليهود. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحببت يا عم. ووافق الأمين. وقالت له السيدة خديجة: إنه مما دعاني إلى البعث إليك دون أهل مكة ما بلغني من صدق حديثك وعظيم أمانتك وكرم أخلاقك. ولم تكتفي السيدة الكريمة بما بلغها وسمعته عنه، بل أرسلت معه غلامها ميسرة ليراقب حركاته وسكناته ويبلغها جميع تصرفاته عندما يعود. ولعلنا نلاحظ رجاحة عقلها في إرسال غلامها معه ليلاحظ تصرفاته ومعاملته، فإن معاشرة المسافر تكشف عن خلقه الأصيل وتظهر شخصيته على حقيقتها، فالمعاشرة تظهر الإنسان تحت بوتقة الاحتكاك، فهو يراه في نومه وقيامه وبيعه وشرائه ومشيه ومعاملته وجميع تصرفاته. وسافر الصادق الأمين مع غلامها في التجارة، وانصرفت السيدة خديجة إلى إدارة شؤونها في مكة في انتظار عودة القافلة من الشام. وفي أحد الأيام دخل ميسرة مسرعا على سيدته يزف البشرى بعودته مع محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، سالمين محملين بالأرباح الوفيرة والتجارة الكثيرة. وأسرعت سيدة خديجة لتستقبل الأمين هاشة باشة، وهنأته على سلامة الوصول. وجلس الأمين يقص عليها أنباء رحلته الموفقة، وأحصى لها الربح فوجدته مضاعفا في هذا العام، فأجزلت له الأجر وأعطته ضعف ما قالت. فخرج محمد من عندها وهو راض مطمئن البال. وأقبلت خديجة على غلامها ميسرة تسمع منه أنباء الرحلة، وهو يقص عليها ما رآه من مميزات لشخصيته الصادق الأمين. وكان أول ما لاحظه ميسرة ولفت نظره أنه إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى غمامة تظله من الشمس وهو يسير على بعيره. والشيء الثاني كان صدقه في البيع والشراء. والشيء الثالث الذي لاحظه ميسرة أنه كان لا يحلف على ثمن سلعة ولا يلح على التاجر أن يأخذ سلعته، وأشياء أخرى كثيرة. وأخذت السيدة خديجة بما سمعته عن كريم صفات الأمين وعظيم سجاياه صلوات الله وسلامه عليه،
زواج ميمون. شغلت السيدة خديجة بالأمين محمد وتساءلت: ترى هل يقبل الأمين الزواج منها؟ وهي التي بلغت 40 من عمرها وهو لم يزل في 25، وبقيت على حالها حتى دخلت عليها صديقتها نفيسة بنت منية فجلست معها تتبادلان أطراف الحديث، فلم يخف عليها ما تفكر فيه صديقتها، فما زالت بها حتى باحت لها بما يدور بخلدها، فهي تستغرب ذلك النبض العميق الذي اجتاح جوارحها وسكن فؤادها. ولكن الصديقة الوفية هدأت من روعها وطمأنت خاطرها وذكرتها بنسبها وحسبها وبأنها ما زالت جميلة فتية، وأنها إلى جانب ذلك ثرية، وكم من أشراف قومها طلب يدها وتمناها زوجة له. وخرجت السيدة نفيسة من عند صديقتها وانطلقت إلى محمد الأمين، وما إن جلست حتى ابتدرته متسائلة: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ وأحس الأمين محمد أنها تعرض عليه زوجة ترشحها له، فقال لها: ما في يدي شيء أتزوج به. وابتسمت نفيسة ثم قالت: فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ وتساءل الصادق الأمين: ومن؟ قالت: خديجة بنت خويلد. وقال الأمين: فإن وافقت فقد قبلت. وانطلقت نفيسة فدخلت على خديجة تزف إليها البشرى بموافقة الأمين على الزواج منها، فأشرق محياها وتهللت أساريرها وشكرت صديقتها على مهمتها الجليلة، وقامت في حبور توزع العطايا على الفقراء شكرا لله على تلك النعمة العظيمة والسعادة الغامرة. وأخبر الأمين أعمامه أبا طالب والحمزة والعباس برغبته في الزواج من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وطلب منهم خطبتها له، فوافق أعمامه مسرورين باختيار ابن أخيهم، وحدد أعمامه مع عمها عمرو بن أسد يوما لزواج محمد بخديجة. وذهب الأمين مع أعمامه إلى دار السيدة خديجة، فلما اكتمل عددهم تقدم أبو طالب فافتتح الحفل فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعلنا حضينة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل لا، فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيها مثل ذلك. ثم تكلم عمرو بن أسد فأثنى على الأمين محمد الزوج المبارك وأهله، ورحب به وأعلن قبول زواجه من ابنة أخيه الجليلة، واتفق معه على صداق قدره 20 بكرة. وفي يوم ما من أيام مكة السعيدة انطلق خبر زواج محمد بن عبد الله لخديجة بنت خويلد، وأقيمت الولائم في بيت العروس، ونحرت الذبائح، ووزعت على فقراء مكة، فأطعم الجائع وأعطي المحروم. وأخذت السيدة خديجة تستعد ليوم زفافها، وأحست لفرط فرحها وعظيم بهجتها أنها نالت ما تريد. وجاء اليوم الموعود، وأصبحت الطاهرة زوجا لمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وشهدت العرس العظيم مع من شهد،
السيدة حليمة السعدية التي أرضعت النبي محمدا عليه الصلاة والسلام وعادت إلى قومها ومعها 40 رأسا من الغنم هدية من العروس الكريمة. وسعدت خديجة بتمام زواجها من زين رجال قريش وأفضل الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. خديجة الزوجة، ضربت السيدة خديجة أجل الأمثال وأروعها على حبها لزوجها وإيثارها لما يحبه، فإنها عندما رأت حبه لمولاها زيد بن حارثة وهبته لها عن طيب خاطر وكرم نفس، ولما آنست منه الرغبة في أن يكفل أحد أبناء عمه أبي طالب رحبت وأفسحت للإمام علي رضي الله عنه في قلبها مكانا كبيرا ورعته بعين الحب والرعاية، فخففت بذلك عن أبي طالب وجعلت زوجها قرير العين بما قدمه لعمه أبي طالب عرفانا بالجميل. وبهذه الطريقة قدمت السيدة الطاهرة لعلي وزيد الفرصة الثمينة لدراسة أخلاق زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث بالدين الخاتم ودعاهما إلى الإيمان كان الإمام علي وزيد ابن حارثة خير سندين ومن أعظم الأركان المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولاد النبي من السيدة خديجة. تزوجت السيدة خديجة بالأمين فتم هناؤهما، ولكن صرح الزوجية ما زالت تنقصه ركيزة هامة هي وجود الذرية التي تكمل أركان الزواج السعيد. إن وجود الأطفال في المنزل يضفي جوا من المرح والغبطة على الأبوين، ويبعد شبح الملل من أفق الحياة الزوجية، وابتسامة الطفل تنسي الأم همومها والأب مشاغله، وتشيع الهدوء والصفاء في أنحاء المنزل، ومن الله عز وجل على ذلك البيت السعيد بالنعمة بعد النعمة بالمال والبنين والبنات. فقد حملت خديجة أولى الثمرات الطيبة لذلك الزواج الكريم الناجح، ولم يكن ذلك بالحمل الأول لها، ولكنها كادت تطير من الفرح عندما شعرت به، لأنه كان من خير الأزواج وأشرف الناس جميعا. وانتشر الخبر السعيد في أرجاء مكة وفي دور بني هاشم، واستعدت السيدة الطاهرة لاستقبال وليدها الأول من زوجها الحبيب، فأعدت القابلة والمرضع قبل أن تلد وأعدت احتياجات المولود. وحانت ساعة المخاض، وتحملت السيدة خديجة الآلام بصبر وشجاعة، وتلقى الأمين خبر قيام زوجته بالسلامة، ورأى وليدته الأولى، وتلقاها الوالد بالبشر والترحاب، ورنى إليها بابتسامة عذبة، وحملها بين يديه، ثم اقترب من زوجته الحبيبة، وهنأها بالسلامة، ثم سماها زينبا. وذبحت الذبائح فرحا وابتهاجا بمولد زهرة بني هاشم، وأسلمتها أمها للمرضعة على عادة أشراف قريش. وبعد عام تقريبا جاءت الابنة الثانية فسماها الأمين صلى الله عليه وسلم رقية. ثم تلت زينب ورقية الطفلة الثالثة أم كلثوم، ثم جاءت فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا رزقت السيدة خديجة رضي الله عنها من زوجها الأمين عليه الصلاة والسلام بأربع زهرات ناضرات أضاءت حياتهما ببشاشة وجوههن وطلاقة محياهن. ومضت الأعوام، ثم حملت السيدة خديجة للمرة الخامسة فابتهلت إلى ربها أن يرزقها بغلام، واستجاب الله لابتهالات الأم الطاهرة، وجاءت البشرى بمولد طفل جميل، ففرح الأبوان فرحا عظيما، وأسماه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم،
القاسم، وبعده جاء عبد الله ولقب بالطيب والطاهر، وقيل إنه لقب بهذين اللقبين لأنه ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وسعدت الأم العظيمة وهي تنظر إلى أسرتها، يكتمل بناؤها ويشتد عودها، ألم تنجب من سيد الخلق 4 بنات وولدين؟ فأي شرف أكثر من هذا؟ لقد قرت السيدة خديجة بدوحتها المباركة ونسلها الطيب، وأخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغرس فيهم العادات الحسنة والصفات الحميدة. الزوج الرسول. اجتمعت القلوب على حب سيدنا محمد الأمين، وبلغ هذا الحب ذروته عندما احتكمت قريش في بناء الكعبة إلى الأمين محمد عليه الصلاة والسلام ليضع الحجر الأسود في مكانه، فكان خير حكم وخير هاد إلى الرشد والصواب. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: وحبب الله سبحانه إلى الأمين محمد الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. وقالت: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة. لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء شهرا من كل عام، يقيم هناك الليالي ذوات العدد على الزاد القليل بعيدا عن لغو أهل مكة ولهوهم، وكان يطعم الجائع والمساكين. وكان إذا انتهى الشهر ونزل إلى مكة بدأ بالكعبة يطوف حولها 7 أو ما شاء الله، ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ماذا أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأتها ثم انتهى، فانصرف عني فكأنما كتبت في قلبي كتابا. قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وكان هذا إذانا بأن محمدا الأمين ومحمدا الزوج الوفي أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين. وصدق الله العظيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الزوجة المخلصة المجاهدة. انصرفت السيدة خديجة
لإدارة بيتها والقيام بأعباء المنزل على كثرتها وإرهاقها، وهي جد سعيدة بذلك تقوم به في حب وإخلاص وتفان، وأخذت تشرف على تربية أولادها وتقوم برعايتهم وتلبية احتياجاتهم. وعملت السيدة خديجة كثيرا لتوفر لزوجها العزيز المكان الهادئ، وبخاصة بعد أن لاحظت ميله للتحنث وحبه للعزلة والتأمل. وفي يوم من الأيام الخالدة عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زوجته يرجف وهو يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فاستوضحت منه الأمر فقال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. وقالت له الزوجة الحبيبة بملء ثقتها: كلا يا ابن العم، والله ما يخزيك الله أبدا، أبشر واثبت، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، إنني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. واطمأن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا التثبيت، وعاودته سكينته أمام تصديق زوجته وإيمانها بما جاء به. وخرجت السيدة خديجة مع زوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الخط العربي، وكتب بالعبرية من الإنجيل ما شاء الله له أن يكتب. فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: أبشر يا محمد، فهذا الناموس الذي نزل على موسى، وإنك لنبي هذه الأمة، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم قبل رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فأجاب ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها إلى البيت النبوي الكريم. وآمنت خديجة، فكانت أول مسلمة دخلت في الإسلام، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله سبحانه وتعالى بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، إن جبريل يقرأ عليك السلام من الله رب العالمين. فقالت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها: الله السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعلى جبريل السلام. وأخذت آيات القرآن تترى وتتتابع: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر،
والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومن ذلك الحين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته الجديدة الحافلة بالبركات والمشقات. ووقفت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها إلى جواره تسانده وتؤازره وتعاونه. حوار بين زينب وفاطمة. وفي غبطة وابتهاج قالت زينب لفاطمة: أوما يسرك يا أختاه أنك بنت هذا النبي، نبي هذه الأمة؟ وأجابت فاطمة: كل السرور يا أختاه. وآمنت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهن. خديجة تشترك في الدعوة إلى الله. أخذت السيدة خديجة رضي الله عنها تدعو إلى الله بقولها وعملها، فهي المرأة المؤمنة الصادقة، وهي المرأة السخية الوفية، وهي المرأة الشجاعة المهذبة، وهي المرأة الفصيحة البليغة. وكل هذه الصفات جعلتها تدعو إلى الإسلام، وكانت دعوتها تلقى قبولا حسنا. ولقد وقفت السيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات الشدة والمحنة. وقفت معه عند حصاره مع المسلمين في شعب أبي طالب موقفا كله حنان ورفق وعزم وقوة. وكانت بحق الزوجة التي تقدر الأمور حق قدرها، وتبذل من العطاء ما يناسبها، وكانت تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تملك من طاقات. موت القاسم وعبد الله الطيب أو الطاهر. اختار الله عز وجل إلى جواره ابني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهما القاسم وعبد الله، وكانا في وقت الطفولة. ولا شك أن فقدهما ترك عند الأب النبي وعند الأم المجاهدة حزنا عميقا، ولكن الصبر والاحتساب كانا شأنهما دائما في كل شؤون الحياة. السنوات الأولى لدعوة الإسلام. عاصرت السيدة خديجة رضي الله عنها الفترات العصيبة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في صدر الإسلام. وكانت هذه الفترة مملوءة بالأهوال والكفاح. رأت السيدة خديجة أول شهيدة في الإسلام، وهي السيدة سمية زوجة ياسر وأم عمار رضي الله عنهم أجمعين. وترك هذا المنظر أثرا كبيرا في نفس المجاهدة الكبيرة، وشاهدت المسلمين المجاهدين والمسلمات المجاهدات وهم يهاجرون الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان فيهم بنتها رقية زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن زوجته. وكان لهذا المنظر أيضا ولهذا الوداع أثر كبير في نفس المجاهدة الكبيرة، وشاهدت المسلمة المبتلاة زنيرة وكيف فقدت بصرها بسبب تعذيب الكفار لها، وكيف صبرت واحتسبت، ثم كيف ابتهجت عندما رد الله عليها بصرها بسبب إيمانها وتوكلها على الله حق التوكل. وكان لهذا المنظر أثر كبير في نفس المجاهدة الكبيرة، وشاهدت الأثر العظيم الذي تركه إسلام حمزة بن عبد المطلب، والأثر العظيم أيضا الذي أوجده إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان لهذا كله أثر كبير في نفس هذه المجاهدة الكبيرة، وشاهدت قبل ذلك كله وبعد ذلك كله
زوجها الوفي الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله سرا أول الأمر، ثم يصدع بما يؤمر به بعد ذلك، ثم يتعرض للبلاء وهو صابر، ثم يزداد البلاء فيزداد صبره، ويزيد الإغراء فيزيد رفضه، ويقسم هذا القسم المؤكد: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وتزداد السيدة خديجة رضي الله عنها ثباتا على ثباتها وتأكيدا على تأكيدها، فتقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعماء والبأساء راضية مطمئنة صابرة محتسبة. ولكن حصار المسلمين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب هذه الفترة القاسية من الزمن ضاعف الآلام في نفس المجاهدة الكبيرة، فزادت ضراعتها إلى الله عز وجل يفرج الكرب عن المسلمين ويثبت أقدامهم، وأن يؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقويه على مواصلة دعوة الحق ومقاومة الكفار الطغاة. وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تجد أعظم السلوى وأروع الآيات في الإيمان الذي تستمده من زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آيات القرآن التي كانت تتتابع في النزول، فيزداد المؤمنون إيمانا وهدى ويقينا. اللحظات الأخيرة. وأحست السيدة خديجة رضي الله عنها بمقدمات الموت تتجمع، مرضت ولازمت الفراش، واجتمع حولها بناتها الثلاثة زينب وأم كلثوم وفاطمة، أما بنتها الرابعة السيدة رقية فكانت في الحبشة. ونظرت السيدة خديجة إلى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة الأخيرة، ولا شك أنها كانت لحظة عميقة الحزن شديدة الأسى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها باللقاء معها في الجنة، وصدق الله العظيم حيث يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهطلت دموع الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفاض قلبه بالحزن العميق، وبكت زينب وأم كلثوم وفاطمة مع المؤمنات الصابرات المحتسبات. وفقدت مكة سيدة نساء أهل زمانها السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وذهبت النفس المطمئنة إلى ربها في الوقت المعلوم وبعد انتهاء الأجل المحتوم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتوفيت السيدة خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا. وكان موت السيدة خديجة رضي الله عنها وأبي طالب في عام واحد، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحزن، وتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصاعب بموت خديجة وعمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه.
ونالت قريش من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تناله في حياة خديجة وعمه أبي طالب. وكان عمر السيدة خديجة عند الوفاة 65 عاما، ودفنت بالحجون رضي الله عنها وأرضاها. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. انتقلت السيدة خديجة رضي الله عنها إلى جوار ربها، ولكن طيفها بقي في أركان منزلها العظيم الذي شهد أعظم أحداث الإسلام، وخلفت لدى زوجها الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الآثار وأعظم الذكريات. ولقد كانت السيدة خديجة ماثلة أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مع زوجته الشابة الحسناء السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد جاء على لسانها: ما كنت أغار من زوجة مثل ما كنت أغار من خديجة، مع أنني لم أدركها لكثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على السيدة خديجة رضي الله عنها في حياتها، وعندما قالت له السيدة خولة بنت حكيم: كأنك يا رسول الله تجد لفراق خديجة بنت خويلد وحشة، أجابها عليه الصلاة والسلام: أجل والله، كانت ربة البيت وأم العيال. وعندما عرضت عليه الزواج سأل في رفق: ومن بعد خديجة؟ ولم تستطع السيدة فاطمة وأختها أم كلثوم أن تمحوا حزن أبيهما على أمهما بتفانيهما في خدمته ورعاية شؤونه، وإن خففتا عنه بعض ما يجد من حدة الفراق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر السيدة خديجة رضي الله عنها فيقول: آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله سبحانه وتعالى منها الولد دون غيرها من النساء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة قال: أطعموا صديقات خديجة. ويروي لنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيقول: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خطوط في الأرض ثم قال: هل تعلمون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: خير نساء العالمين 4: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه امرأة كانت تدخل عليه أيام خديجة هش لها وبش وسر لرؤيتها، ثم يقول: أكرموها، فقد كانت خديجة تحبها. ذلك هو الوفاء النادر الذي تمتعت به خديجة رضي الله عنها في قلب زوجها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظات حياته. رحم الله خديجة بنت خويلد الزوجة الوفية والمؤمنة التقية والكريمة السخية. السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأول من تزوج منهن،
ولدت السيدة زينب رضي الله عنها قبل البعثة بعشر سنين، وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وأمه هالة بنت خويلد. أسلمت السيدة زينب رضي الله عنها مع أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، وهاجرت إلى المدينة. فلما أسلم زوجها في المحرم من العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رد الرسول عليه الصلاة والسلام زوجته السيدة زينب رضي الله عنها إليه، وكان قد فرق بينهما الإسلام. وقد أنجبت السيدة زينب من زوجها أبي العاص عليا، ومات في حياة والده. وأمامة عاشت حتى تزوجها الإمام علي كرم الله وجهه بعد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وتوفيت السيدة زينب رضي الله عنها في أوائل العام الثامن من الهجرة النبوية، وقد حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها، ثم توفي زوجها بعدها بقليل. السيدة رقية رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت بعد أختها زينب بثلاث سنوات. تزوجت عتبة بن أبي لهب، ثم فارقها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدخل بها. ثم تزوجت الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهاجرت معه الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجرت إلى المدينة. وقد مرضت قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. توفيت رضي الله عنها في أثناء الغزوة العظيمة، وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها حزنا عظيما، وزوجها أيضا. السيدة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت رضي الله عنها مع أختها فاطمة إلى المدينة المنورة، وتزوجت سيدنا عثمان بن عفان بعد وفاة أختها رقية سنة ثلاث من الهجرة في ربيع الأول، ولم تنجب منه. وتوفيت رضي الله عنها في شعبان من السنة التاسعة للهجرة. السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت قبل البعثة بخمس سنين في يوم التحكيم عند بناء الكعبة، وكانت تلقب بالزهراء، وقد هاجرت مع أختها أم كلثوم إلى المدينة المنورة، وكانت أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدة نساء أهل الجنة فاطمة. وقد تزوجها الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، ولم يتزوج عليها حتى توفيت. وقد أنجبت منه الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وسيدي شباب أهل الجنة، ومحسنا، وقد توفي صغيرا، وزينب الكبرى، وأم كلثوم. وانقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من فاطمة. وتوفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فحزن عليها الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه حزنا شديدا. وقد ذكرنا أن القاسم وعبد الله ابني النبي صلى الله عليه وسلم ماتا في الطفولة، أما ولده إبراهيم رضي الله عنه فإنه من السيدة مارية القبطية
توفي في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.